السمائية أكلتنا في غزة، والكل أكيد بيسمع عنها وبيعرفها. نزلت السوق لقيت فيه سلق ممتاز، وفي كمان لحمة الأضاحي إجتنا، وجبت السماء وسلقت السماء ونظفت السلق وفرمت البصل وقلبت السلق مع اللحمة والبصل والحمص، المعلبات اللي بيجينا بالمساعدات. المقادير لكمية متوسطة كده راح أكتب لكم إياها. أقولكم الصراحة كل حاجة بنعملها وإحنا بعاد عن غزة الصراحة بتطلعش زي ما بنعملها في دارنا. دقيت الدقة اللي معروفة اللي هي التومة والجرادة والفلفل، وحطيتها على خلطة كده السلق والبصل لما نستوى، وبعدين صفيت عصرت السماء منيح، وصفيت ميته مع الطحين وسكبته. حطيت الطحينة، ما فيش طحينة حمرة لأنه في الحرب، حطيت طحينة بيضة بتسد. حطيت زيت زيتون وحركتها كويس. أنا بكتفي بحمض السماء، ما بحط حمض ليمون، بس سام حب يساعدني وتوتا وقفوا معايا وتفرجوا. حكيت لهم قصة أكلة السمائية وكيف إحنا بنعتز فيها، وزعنا على الجيران اللي حوالينا، دوقناهم إياها، انبسطوا كتير عليها. إذا قد دعم لغزة وأكلاتها.